طبعا الحديث اللي صار او الحريق اللي صار يوم امس هو واحد من سلسله حرائق في محافظه اربيل وفي مناطق اخرى، في ايضا في دهوك وغيرها. غالبيه النازحين الموجودين في هذا المخيم هم من محافظه نينوى. طبعا لا ننسى محافظه صلاح الدين، كثير من عندهم يتحدثون ويؤكدون انهم خذلوا من ابناء محافظتهم، من مسؤولي محافظتهم اللي تركوهم موجودين في هذه المخيمات. انت دا تشوف والمشاهدين دا يشوفون الوضع ورايا. من المفترض كان خلال 24 ساعه بحسب البيانات عن الجهة المسؤولة عن المخيم أنه يتم تعويض العائلات بأماكن أخرى للسكن، لكن للأسف الشديد لحد هذه اللحظة بعد 24 ساعة هذا المكان موجود قدامنا وهو على وضع الأول، ما عدا بعض الجهود المحلية اللي بذلتها بالتأكيد الدفاع المدني وغيرها من الجهات المحلية. راح ألتقي بهنا الناس اللي موجودة حتى نشوف أكثر تفاصيل. يعني بالبداية أول شيء البقية بحياتكم، ويعني ما نعرف شو نقول لكم باللي صار البارحة. شكرا، كارثة والله صارت عندنا بصراحة. ساعة 10:11 إلا ربع بالليل حسينا بالواقفين يعني بداخل المحل، فحسينا بالنار التهمت أول كرفان اللي بي كان الشهيد الطفل عبد الله، وصحنا يعني نار نار، وريد الماي عفوا ونصير ما ريد ماي ماي ماكو، إطفائية ما عدنا إحنا، فما نعرف شو نتصرف بعد. الشباب الله يساعد. يعني بصراحة المخيم حيل وضعيته تعبانة، يعني من ناحية الهجرة والمهجرين، حكومة المركزية ماكو أي دعم للنازحين. يعني نشكر بس منظمة البارزاني اللي الباحة اللي كان موقفها مشرف، يعني بالإطفاء بالحرائق بالمساعدات اللي جابوها للناس اللي احترقوا، يعني بكل المواقف هم زينين ويانا بصراحة. يعني أنا أريد أسأل ليش ما رجعتوا لحد هاي اللحظة؟ أول شيء أنت من أي محافظة؟ أنا من موصل. من أي نواة؟ ليش ما رجعتوا؟ شنو السبب؟ والله ما عندنا مكان بصراحة، ما عندنا بيت. أنا أساني لا بيت لا أرض لا موظف، ما عندي معين، لا عندنا أحد. أي والله. يعني بالتأكيد هو هذا السؤال اللي ينسأل، إنه ليش ما رجعتوا؟ طيب ما هو إذا رجعت أنت هل هنا شنت يعني سعيد ومرتاح داخل المخيم أم لا؟ وإذا رجعت شنو راح يكون الوضع؟ هذا السؤال. اكيد هنا مرتاحين، لان هناك ما عندنا لا ماده، قلت لك يعني لا اي يعني اي شيء، ما عندنا يعني وين نرجع، لا عندنا بيت لا عندي راتب لا عندنا، يعني عامه مو بس اني، كثير من الناس ما عندهم معين، يعني راتب ما عدا لا رعايه، يعني مأوى ما عندنا. اقلها يعني الحكومه المركزيه تنظر بهذا الموضوع وتشوف العالم اللي ما عدا لا دعم معنوي لا مادي، اي شيء ما عندنا يعني بصراحه. طبعا ان شاء الله رسالتك توصل، لكن قبل هذا الموضوع خلينا نرجع، انت من نينوى واكيد اكو نازحين ايضا من صلاح الدين ومحافظات اخرى، شو تقول للادارات المحليه الموجوده بمحافظاتكم، خصوصا انه هي يعني سؤالي ايضا اجوكم خلال هذا اليوم او بالايام الماضيه من صر حرائق او من تحتاجون شيء يشوفوهم ايضا؟ صدقني ما حد جانا من الحكومه المركزيه ولا حكوماتكم المحافظات المحليه، محافظتنا ولا اي نائب، كل من يقول اني جيت ودعمت واحد من النازحين، خلي أنا أبو أحمد معروف هنا، خلي يقول أنا دعمت شخص، أنا مسؤول عن كلامي لحد الآن. وبعد الله يساعدكم، قلتوا لي هذا مو الحريق الأول؟ هذا مو حريق الأول، هذا الرابع والخامس. الأربع كرفانات وخيم وهاي الخامس، ورح طنطينا ضحايا وطنا شهداء بهاي الموضوع. من يصير الحريق الناس وين تروح؟ والله تنام عند الجيران واللي ينام عند قرايبه، ناس هسه على هسه والله ما عادوا منام ينامون. الله يساعدكم. اليوم الصبح من كنت موجود قالوا انه احنا حتى قمنا نخاف ننام بالليل لا يصير حريق. والله والله ما نايم يا رجل، والله ما نايم من البحر لحد الان، انا قاعد سهران وهاي اوراقي خايف لا بجيبي، يعني ما اخاف عليه. الله يساعدك. يعني اتمنى هاي رسالتكم توصل، لان موضوع النازحين هو موضوع كل العراق مو بس موضوعكم انتم، وثمان سنوات هي مو قليله بحقكم ولا قليله. استاذ احنا نطالب من الحكومه المركزيه، لان نشكر حكومه اقليم كردستان على مساعدته لنا، بس احنا نطالب حكومتنا كافي، مو يقولون احنا هجروا مهجرين نعطي على اساس نساعد الناس، احنا هاي 6 أشهر ما عندنا مواد. نشكر بس قلت لك يعني منظمه البارزاني اللي ساعدنا بهاي وزاره السله الغذائيه، ومو بس يعني هذا الموضوع يعني الدوله ما محتاجه، يعني مو محتاجه، حتى وزاره الهجره عندها مخصصات للنازحين، وين هاي المخصصات؟ كانت موجوده الوزاره اليوم؟ اجوي نعم، اي نعم، انطوا البيوت المضرره بس شطوهم.
انطوهم سله غذائيه وبطانيات وهذا الموضوع ان شاء الله فقط فقط ما اي ماكو لا ماكو غير شيء. شكرا جزيلا اشكرك عيني. وما انطوهم كرفانات بس قبل لا اختم ما لحد لا لا الاداره ان شاء الله انطتهم كرفانات نعم ان شاء الله انا كما تم نصها طيب. اشكرك مرحبا مرحبتين عيني ايش سويتوا البارحه صار الحريق والله بصراحه علينا انا خلي والله بصراحه شب الحريق طبعا مثل ما تعرف انت هذا سندويش هذا يكون اضرب من حتى البنزين يعني يكون التهام النار مالته فالتهام النار ما لحقنا بأنه نطفي النار بالتدري انت هنا ماكو بس اسطوله مال مي يعني لا اكو اطفايه لا اكو طفايه حريق لا اكو فشي فكان احد النازحين عبد الله رايق الله يرحمه يتجاوز عنه ان شاء الله اللي راح ضحيه هذا الحريق اللي خسر نفسه طبعا مع كل احترامي لكل اهل المخيم الناس الطيبه اللي ما قصرت بهذا الشيء ولكن انت من تجي تحاسب الحكومه العراقيه وين عن النازحين بهذا البرد زين هاي العائل اساس ما الحكومه العراقيه تسال نفسها بانه هاي العوائل هسه وين باتت وين راحت هاي اليوم الثاني لا شفنا حكومه عراقيه لا احد من من البرلمانيين لا احد من المسؤولين العراقيين بانه جاء على هذا المخيم يجون الصحفيين يجون القنوات يصورون ويروحون زين ما سالوا بانه هذه هاي العوائل اللي صار لها 8 سنوات اللي متهجره ونازحه من ديارهم ما فكروا بانه يامنون منازلهم يامنون ديارهم حتى يرجعون سيجيك واحد من المسؤولين يقول لك انت ليش ساكن بالمخيم ليش ما ترجع لبيتك ليش ما ترجع لمنطقتك زين انا وين ارجع منطقتي وبيت ما عندي ارجع لمنطقتي ومنطقتي منكوبه بالكامل لا عندي بيت يؤويني لا عندي شغل لا عندي مصدر رزق زين انا على اي سبب ارجع لمنطقتي اذا ما عندي شيء يؤويني بالبيت الثاني ناشد الحكومة خلي الواحد من البرلمانيين بأنه يجي ليلة ساعة واحدة يقضيها بهذا المخيم إن كان هو أو واحد من أفراد عائلته واحد من الحكومة العراقية بكلها من صغيرهم لكبيرهم هذه وضعية نازحين وضعية يرثى لها من كبيرهم لصغيرهم نفط بالنسبة للأستاذ أحمد عن النفط ماكو لا نفط لا غاز لا غاز لا خدمات شوارع ماكو مخيم الطالب لما يطلع من البيت لما يصل للمدرسة يكون الطين واصل لي نص رجلينه بالنسبة للطلاب واقفين ودا نشوف الطين هذه الطين هذه شوفت عينك سادي هذه شوفت عينك ماكو مطار ماكو مطار طبعا مطار ماكو مطار ماكو ولكن الطين 24 ساعة متواجد الطين زين الناشد منه احنا من 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 صار العراق من بداية 2003 اللي هذا اليوم احنا الناشد الحكومة العراقية شوفونا صورة حل شوفونا كذا كانما 2003 تناشدون هسه صرتوا نازحين بعد 2014 همد الناشد وهمد الناشد ولا حياه الله الله يساعدكم احنا يعني نتمنى ان تكون رسالتك وصلت طبعا عثمان قبل ان تختم هذه الشهاده لو سمحت لي لماذا تعذر الوصول الى عائله الشهيد عبد الله يعني لماذا لم نسمع منك اي شيء بهذا الخصوص عائله عبد الله نحن نعلم بانهم في ظروف صعبه تحديدا وطبيعة شبكة الكهرباء طالما أن المسألة متعلقة بتماس كهربائي وكم تبعد أقرب نقطة للدفاع المدني عن هذا المخيم طالما تتحدث عن جهود محلية هي من قامت بإخماد هذا الحريق نعم بالبداية هي هذا الكرفان اللي خلفنا هو كرفان الشهيد أو المتوفي نتيجة الحريق لكن للأسف الشديد هم يعني غادروا إلى محافظة نينوى لغرض إجراء مراسم العزاء والدفن وأيضا بنفس الوقت استقبال التعازي عند أقاربهم هناك هذه بالنسبة لعائلة الشهيد لذلك احنا كنا حاولنا أنه من الصبح أنه نكون قريبين من عندهم لكن للأسف الشديد ما حصلناهم في داخل أربيل هذا بالنسبة لهذا الموضوع بالنسبة لوجود أقرب نقطة للدفاع المدني أو للإطفاء طبعا بالتأكيد هي موجودة في عين كاوة تقريبا يعني بحدود 15 دقيقة إلى 20 دقيقة وهي اللي أمس يعني وصلت بنفس الوقت بحدود 20 دقيقة أو 25 دقيقة وصلت لمكان الحريق وهي كانت أول جهة هي مديرية يعني إطفاء عين كاوة مثل ما قلت النقطة المهمة اللي أود الإشارة إليها أنه الدفاع المدني وحتى الإدارة المحلية في أربيل تقول أنه هي عندها سيارات إطفاء وعندها أجهزة لكن المشكلة أنه هي عندها كوادر قليلة جدا من الدفاع المدني لذلك حتى إذا تريد تخصص لكل مخيم من المخيمات الأربعة اللي موجودة في أربيل هذا راح يحتاج جهد مدني وأنت تعرف الأزمة المالية والكل يعرف اللي تمر بها إقليم كردستان ويمر بها إقليم كردستان ومحافظة أربيل لذلك هم يحتاجون تخصيصات وهذه التخصيصات مو موجودة هي المشكلة مركبة مو فقط مشكلة نازحين وإنما حتى مشكلة المنطقة المستضيفة للنازحين لذلك الأمر معقد وربما هو يحتاج إلى جهود كبيرة قبل شوية كانوا يتحدثوا للنازحين الموجودين هنا إلى أنه هو مو فقط وزارة
وزارة الهجرة والمهجرين هي المسؤولة وهي الجهة الوحيدة اللي تركتهم بهذا الوضع، وإنما لا، هنالك جهات أخرى مسؤولة مثل وزارة البلديات وغيرها وغيرها كوزارات اتحادية، أيضا وزارة التخطيط في تقديم المساعدة، وزارة الكهرباء، وزارة الصحة، كل هذه الجهات هي ربما هم ما يشوفوها بشكل مستمر. هذا ما قال النازحين، وإحنا بالتأكيد نقلنا صوتهم، نتمنى هذا صوتهم أنه يكون وصل سعيد. نعم عثمان، يعني هذه الصورة التي نقلتها نضعها اليوم عبر الشرقية نيوز برسم كل مسؤول اليوم في الدولة العراقية لكي لا يتكرر هذا المشهد المؤسف، وتعازينا لعائلة عبد الله. عثمان الشلش من مخيم بحرقة، شكرا جزيلا لك.